أبدا. ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، والزهر بل له التبدل والندى. طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربي وإلهي وسيدي ومولاي ومواليك، الحمد لله. اللهم لك الحمد على نعمائك، اللهم لك الحمد على سترك، اللهم لك الحمد على عافيتك، اللهم لك الحمد على سرائك، اللهم لك الحمد على ضرائك، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من عبده وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى أتاه الله اليقين. ما زلنا مع التائبين، وما زلنا مع أخطاء في التوبة. وخطأ اليوم ممكن يكون غريب شوية، أن كثيرا من الناس يدعو التوبة مخافة لمز الناس. يعني هو بيبقى مقيم على الذنب، فعايز يسيب الذنب بس خايف من اللي حواليه، يقولوا له انت بقيت شيخ، انت بقيت من المتشددين، انت بقيت ايه ده، انت اتدروشت، ايه ده، وانت. فقد يظل على الذنب ولا يتوب مخافة هذه الكلمات. كذلك المرأة إذا تحجبت أو انتقبت فهي تخاف ممن حولها. أكيد أنت شعرك في حاجة فبتدري بشعرك، لا لا أكيد وشك مش في حاجة أنت بتدري بوشك، لا 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 إيه ده، أنت هتعمل لنا فيها قديسة، ايه ده، ايه اللي حصل لك، انت بقيتي ارهابيه، ايه الخيمه اللي انت لابساها دي، ايه ده. فكثير من الناس قال يكون حاله كذلك. معانا قصه، سيدنا عبد الله بن مسعود كان ماشي في الكوفه، فسمع رجلا يغني صوته جميل، فدخل فوجد آنية الخمر، وجد آلات العزف، فكسر آنية الخمر وكسر آلات العزف ومشى. فصاحب المكان قال من هذا، صاحب المكان مستغرب، مين ده، مين الجريء قوي اللي يخش بيت مكان ويسكب الخمر ويكسر آلات العزف. وبعدين سيدنا عبد الله بن مسعود اداله كلمة كده، كلمة جميلة رائعة. كان هو بيعزف وبيغني، فقال لو كان هذا في القرآن لكنت أنت أنت نعم أنت. وطبعا ما يعرفش مين ده، لكن الكلمة فرقت معاه كتير. لو كان هذا القرآن لكنت أنت أنت نعم أنت، أنت أنت نعم أنت. سيدنا عبد الله بن مسعود خلص ومشي. ف
فصاحب المكان سأل: مين ده؟ قالوا: عبد الله بن مسعود. قال: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فجرى وراءه، فسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما لقي اعتنقه وقال له: مرحبا بمن يحب الله، لأن الله جل جلاله قال: إن الله يحب التوابين. فانقلبت حياة زازان من مغني بيشرب إلى أحد حملة كتاب الله في الكوفة، بل بالعكس كان من أجمل الناس صوتا بالكوفة، بل بالعكس صار إماما من أئمة القرآن بكلمة: لو كان هذا الصوت بالقرآن لكنت أنت أنت نعم أنت. اللي أنا عايز أخده من الرسالة دي بس، أو أخده من القصة دي رسالة، إن سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال الكلمة دي: لو كان هذا الصوت بالقرآن لكنت أنت أنت نعم أنت، دي رسالة راحت لزازان. زازان خد رسالة ما تكبرش، اللي حواليه ما خضوش وما قلقوش انهم يقولوا: ايه ده انت سبته يكسر الحاجة اللي عندك كده، ما تاخد اي موقف، ما تعمل اي تصرف، ما تعمل اي حاجة، ازاي يخش بيتك من غير اذنك وازاي يكسر. خد رسالة: لو كان هذا الصوت بالقرآن لكنت أنت أنت نعم أنت، وتاب وصلح. فأحيانا بيجي لك رسالة بطل اللي أنت فيه، بيجي لك رسالة توبي بقى، كفاية كده، كفاية معاصي، كفاية ذنوب، كفاية أثام، كفاية خطايا. اللي حواليك دول مش هينفعوك، اللي حواليك دول مش هيجوا في القبر ويجاوبوا لك. الناس اللي بتقف في القبر وتغشش: اذا سألك الملك فقل الله ربي، انت ما بتسمعهمش. اللي بيجاوب في القبر مش لسان الحال، الامتحان بتاع القبر ما فيهوش غش. اللي بيجاوب في القبر مش لسان المقال، اللي بيجاوب في القبر لسان الحال. احنا عندنا لسانين، لسان اسمه الحال ولسان اسمه لسان المقال. لسان المقال احنا بنتكلم، احنا بنعرف نتكلم كويس جدا جدا. لو انا جبت ولد وعنده سنتين وسالته حفظته: من ربك؟ قال: ربي الله. ما دين؟ قال: ديني الاسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في القبر اللسان ما بيتكلمش، حالك في الدنيا هو اللي بيتكلم. فإذا كنت عبدا لرب العالمين ناطق حالك فقال: ربي الله. هو اللي كان بيأمرني وهو اللي كان بينهاني، وكنت أتبع أوامره، أفعل ما يأمر وأنتهي عما نهى، أكون حيث أحب ولا يجدوني يفتقدوني حيث نهاني. فاللي بيجاوب لسان الحال. فاحنا لو بصينا لنفسنا النهارده، الرساله جات لك: ايتها المراه لتلبسي حجابك. قل لنسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فين الجلببه؟ ان المراه تستر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراه عوره، فتحتاج ان تستر. احنا عمالين نجمل ونقول المرأة درة، المرأة جميلة، المرأة ماسة، المرأة تحفة، لابد ان تستر فلا تأكلها العيون. لكن لو سمع قال المرأة عورة، فايه المانع ان احنا نقول المرأة عورة؟ انت عورة، لابد ان تستري من اعلاك لادناك فلا يرى منك شيء. التخمير أن تغطى، الإدناء أن يؤتى من أعلى الشيء إلى أسفله، وليضربن عليهن بخمورهن، لا يخمر الشيء حتى يغطى كاملا. فالنهاردة أنت خايفة من النقاب ليه؟
بيجيلك رسالة تشوفي حال المتبرجات. يعني ايه؟ كلمة عجيبة، كلمة عجيبة قالها حماد بن سلمة عليه رحمة الله، من أعجب ما تسمع. الكلمة بتقول أن ليس اللعنة سواد في الوجه. يعني إيه؟ يعني حضرتك ممكن تبص للعصا ده أبيض، ده بيبربق، ده بيلمع، فين أثر الذنوب؟ المفروض أن أثر الذنوب يرى سواد في الوجه وأثر الطاعة يرى بياض في الوجه. لا، هو مش سواد ولا بياض، هو نور وظلمة وحشة وأنس. المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن النظرة إليه تسر وتشرح الصدر، المنافق انقباض في القلب وعدم رغبة في الرؤية. فحماد بن سلمة بيقول لك ليست اللعنة سواد في الوجه، مش شرط انك انت تذنب ان وشك يسود ويفضل يسود يسحد لحد ما تبقى فحمة سودة. ليست اللعنة سواد في الوجه، ولكن اللعنة ألا تخرج من الذنب إلا وقعت في ذنب غيره. فده سبب موجب للعنة، إن الطرد من رحمة ربنا. إيه سبب الطرد من رحمة ربنا؟ إن النهاردة في ذنب، تطلع من ذنب تلاقي نفسك ذنب آخر. الذنب يولد ذنب يولد ذنب. طب أنا الذنب الأولاني ما سبتوش عشان لمز الناس، خوفا من ازدراء الناس واحتقار الناس، خوفا من كلام الناس. تفضل الذنوب ولادة والذنب ولاد، الذنب يأتي بذنب والذنب يأتي بذنب حتى تصير حياتك كلها ذنوب. فالمرأة النهاردة لما تيجي ما تتحكمش بدعوى الحرية، بدعوى أنا لسه صغيرة، بدعوى إن ربنا خلق الجمال ده مش عشان يستر، عشان الناس تتفرج، بدعوى دي قناعات. أنا يعني مقتنعة أم مقتنع بالحجاب هلبسه، بدعوى المهم هنا أبيض، بدعوى أنا مش شايفة الحجاب له حتة القماشة اللي بتحطها على شعركوا ولا وشكوا دي ليها لازمة، المهم حالك مع ربنا. أي حال وأنت تعصيه، أي حال وأنت ترتكب آثاما وموبقات. إذا كان الأمر في الظاهر لا تستطيع أن تأتي به، فكيف بالباطن؟ اوعى حد يقول يا جماعة المهم إن اللي هنا أبيض. إن اتباع الأمر الظاهري أيسر ألف مرة من اتباع الأمر الباطني. يعني لما نيجي نتكلم على عبوديات زي عبودة الإنابة والإخبات والتوكل واليقين والثقة بالله، هذه عبوديات قلبية. العبوديات دي في منتهى الصعوبة عشان الإنسان قلبه يتعلق بالله فيبقى عنده يقين تام في الله جل جلاله. اليقين ده صعب جدا إن يولد في القلب، محتاج لعلم ومحتاج لأمد، محتاج لعمر، محتاج لثبات، محتاج لتقلب أحوال واختبارات. ربنا قال كده ليمحص الله الذين آمنوا، ففي تمحيص عشان يرى الله سبحانه وتعالى قمة اليقين الذي في قلبك. ويعني أنا مش عايز أفتح في اليقين، ولكن هي دي، هي دي اليقين. فالعبوديات القلبية صعبة. العبوديات الظاهرية موضوع انك انت تطلق اللحية او تلبس النقاب او تقصر القميص، العبادات دي في منتهى السهولة ان الانسان يعملها. فاذا كان الانسان لا يقوم بالعبادات الظاهرة، العبادات الظاهرية، العبادات بتاع الجوارح الخارجية، فكيف بالعبادات القلبية؟ فاوعى تقول لي انا قلبي ابيض وانا قلبي متعلق بالله جدا وانت لا تستطيع ان تأتي بتلك العبادات الظاهرة، وهي أيسر وأسهل وأهون. المهم
النهاردة انت ما بتسيبش الذنب عشان الناس ليه؟ يعني واحد مدخن في وسط مدخنين فهو خايف يبطل السجاير، لا يتريقوا عليه، لا ينكتوا عليه، لا لا لا، فيظل مقيما على الذنب حياء منهم. طب وحياءك من الله؟ المرأة تخاف تتحجب، هيقولوا عليا ايه؟ الله، يعني احنا بقينا نخاف من الناس وما نخافش من ربنا؟ عشان كده صارت موضة ظاهرة ان بعض الناس تقول له بطل الذنب، يقول لك يعني انا اخاف منك ومش اخاف من ربنا؟ فيكون الرد الطبيعي، ما هو انت لو خفت من ربنا ما كنتش عملت الذنب. يعني واحد يجي يقول له عيب لما تولع سجاير قدامي، في وسط ناس محترمه عيب ما تشرب سجاير، استحي ما تشربش سجاير قدامي في المكان ده، في البيئه دي، في الوسط ده، يقول لك يعني انا هستحي منكم ولا استحي من الله؟ نقول له ما انت لو استحييت من ربنا ما كنتش ايه؟ ما كنتش عملت ذنب. كذلك نقول للمرأة عيب ما تيجي تصلي تروح حاطة حتة طرحة وثلاث أرباع شعرها باين، في أمر صلاتها محتاج وقفة. ما فيش حاجة اسمها مرأة تصلي ببنطلون، ده في خلاف في صحة صلاة المرأة التي تظهر وجه قدميها، رجليها من فوق ظهرة، في خلاف بين العلماء في صحة الصلاة. في بعضهم يقول يجب ستر ظاهر القدمين وباطنهما، فإذا ظهرت في الصلاة بطلت صلاتها. طب وبعدين؟ عشان كده مجحد كان بيقول كلمة عجيبة جدا عليه رحمة الله، بيقول الران أيسر من الطبح. بيقول إيه؟ الران أيسر من الطبع. يعني يا جماعة احنا عندنا النكتة نكتة 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 من الذنب في القلب تؤدي إلى الران. الران ده هو مرحلة ما قبل الطبع. فكل بل ران على قلوبهم، تكاثرت الذنوب فغطت القلب، دي مرحلة الران. فأحيانا الإنسان لما بيرتكب الذنب كتير 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 ما بيسيبش الذنب خوفا من لمز الناس، بيصل إلى مرحلة الران. طيب خلاص المفروض أنك أنت تتوب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إيه؟ قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب صقلت. يبقى انت في الحق في مرحلة الران توب، لان الران ده لما يتكاثر يصل الى مرحلة الطبع، بل طبع الله على قلوبهم. الطبع ده كأنه ختم على القلب، فالختم على القلب ده بيوصل لمرحلة ان القلب خلاص كأنه انتهى امره، فلا يؤمنون الا قليلا، أصبح الإيمان قليل جدا لأنه طبع القلب. المجاهد بيقول الران أيسر من الطبع، الطبع أيسر من الأقفال، الأقفال أشد ذلك. ربنا عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب اتقفل عليه خلاص انتهى أمره. ده اللي احنا لما نيجي نتكلم عن القلوب نقول ان في قلب ميت ليس به بصيص حياة. هذا القلب الميت عندما يرتكب الذنب فليس هناك اي ألم، مفيش حياة، مفيش اي نوع من انواع التأثر. عشان ده كتير من الناس المدمنين الذنوب بعد مرحلة معينة من إدمان الذنب صار الذنب له عادة، لا هو له لذة ولا هو يتألم.
يعني ايه هو بيرتكب الذنب زي واحد بيدخن بقاله سنين، فاصبح السيجاره بالنسبه له هي عاده، لا هو بيستلذ بيها ولا في الم اثر ارتكاب الذنب. زي المراه المتبرجه من تبرجها صارت تبرجها عاده، فهي اصبحت عاده، فهي ما بتستلذش، ما خلاص كل الناس بتبص عليها. والحاجه الثانيه ان هي ما تروح بيت ما بتندمش وما بتتألمش، لان القلب لو كان فيه ايسر شيء من الحياه، ايسر شيء من الحياه بصيص من الحياه، اي حاجه نور كده من الحياه، اذا ارتكب الذنب لابد ان يتعلم. عشان كده ابن شبرمة رحمه الله بيقول كلمه جميله، بيقول ايه؟ بيقول عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافه الداء ولا يحتمون من الذنوب مخافه النار. الناس تيجي تقول له خلي بالك دي الاكله دي مضره، دي ممكن تعمل سرطان، استحاله اقرب لها تاني. الاكله دي مضره، دي بتاثر على الكلى، استحاله اقرب لها تاني. طيب ده ابدا، فما بالك ان المعاصي زي ما بيقول ابو حفص رحمه الله، المعاصي بريد الكفر. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم الذين أساءوا السوء، أساءوا لما أساءوا كان عاقبة السيئة السيئة مثلها، أساءوا السوء. فعشان كده لابد أن نحتم. وأنا كنت النهاردة عايز أتكلم على حاجة، بس هو الحلقة بتخلص، كنت عايز أتكلم على نقطة تانية، يمكن هي دي كانت المحك، وده اللي كنت عايز اتكلم عنه من اول الحلقه. قضيه الانسان الذي يلتزم ويستقيم ويظل سنين من عمره مستقيم، ثم يخدعه الشيطان ويخدعه من حوله ويخاف من لمز الناس، فيأتي إلى لحيته فيجملها فيأخذ من أطرافها أو يأخذ من طولها بدعوة أنت كده شكلك حلو، بدعوة إيه اللحية الكبيرة دي كلها، مع أن ناحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة وكثيفة ولم يأخذ منها أبدا لا طولا ولا عرضا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته أنه أخذ من لحيته طولا ولا عرضا. طب ليه؟ الشيخ عبد الكريم القدير ربنا يحفظه من مشايخنا وعلمائنا في السعودية بيقول لك إن المقص إذا دخل في اللحية لم يخرج منها حتى يأتي عليها. كذلك اللي اعتاد لبس القميص ويجي النهاردة ينتقل إلى البنطال أو إلى التريننج سوت أو إلى أو إلى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بدع القلون سوى عشان الناس ولمز الناس وكلام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى حاسر الرأس قط إلا في نسك، ولم يصلي صلاة واحدة حاسر الرأس إلا في نسك. كذلك المرأة اللي النهاردة النقاب الجديد، انت تحليتي بسمت أهل الإيمان. طيب ايه موضوع ان احنا نفتح العباية ونلبس تحتها بنطلون وتبقى باين من تحت؟ ايه موضوع ان العباية تبقى ضيقة؟ ايه موضوع ان النقاب يبقى صغير؟ ايه موضوع ان مش عارف يبقى ايه؟ انه ايه النقاب الجديد ده؟ هل هذا دين جديد؟
لابد لكل أخت أرادت أن تنتقب أن تعلم شروط الحجاب السبعة، تتعلمها وتحفظها وتتعبد إلى الله بها، فهذه دين. أنت رضيتي بحمل شعار الدين، فكوني رسالة لأهل الدين لهم لا عليهم، فاجعلي نقابك شعارا للدين. إياك أن تكوني حجة على أهل الدين فيقال انظر ماذا تفعل، انظر ماذا تلبس، انظر إلى مكياجها تحت النقاب، انظر إلى عطرها، انظر إلى ثيابها، انظر إلى ضحكاتها، انظر إلى هاتفها، انظر إلى، انظر إلى. وكذلك الأخ الملتحي، أنت حملت شعار الغربة، فإياك أن تكون حجة على الدين ليقال هم أفسد خلق الله، ليقال خدعوك بهيئتهم. فإن صلاح الظاهر علامة على صلاح الباطن، فإن الباطن إذا صلح صلح معه الظاهر ولابد. فإذا كنت تحمل شعار صلاح الظاهر فأصلح باطنك. إياك أن يخدعك الناس، إياك أن تنظر إلى كلام الناس، الناس داء، الناس داء. قال الله جل جلاله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال ربي ذي الجلال والإكرام: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكوني أختاه حجة للدين لا على الدين، يكون نقابك أنموذجا للمرأة المستقيمة في لباسها، في هيئتها، في شكلها، في كلامها، في بيتها، في معاملتها لزوجها. إياك أن يكون هاتفك حجة لك عليك يوم القيامة، يأخذ بيدك إلى النار. فليكن هاتفك نصرة لدين الله. أيها الأخ المستقيم، أنت حجة على الدين بهيئتك، فلا تكن حجة على الدين بأفعالك. كن حجة للدين بأفعالك وبهيئتك، فلتوافق فعالك كلامك. إياك أن يخدع الناس في هيئتك فبعدما تمر يقول أفا لك وتف، خدعتنا. كن على قدر المسؤولية التي تحملتها. أيتها المرأة، رضيت بلباس الدين، رضيت بالغربة، إياك أن تخدعي أحدا بهيئتك فيظن أن وراء هذه الهيئة دين، فيجد خواء، يجد قصور، لا يجد لبابا ولا أصول. كن تطبيقا للدين بالهيئة والعمل، لا تكن هيئة دين على خواء أو فراخ. أيها الملتحي الذي حمل اللحية سمت الدين، إياك أن تكون حربا على الدين بهيئتك أو بكلامك أو بفعالك أو بهاتفك، أو كن حجة للدين لا حجة على الدين. معذرة أنا كنت عايز أفصل في المسألة وأبسط وأتكلم على إيه سبب أن المرأة بعد ما تقعد سنوات تلتزم بالسواد والنقاب وهيئة الهيئة الشرعية، بعد كده تبدأ تفك. هل تحتاج إلى من ينظر إليها؟ يعني صارت ظاهرة وتحتاج إلى وقف. إن المرأة بتبحث عن رجل غير زوجها ليدللها، ليحكي معها، ليتكلم معها، وقد تكون تتحلى بلباس الدين. فنقول
أن هذا قطعا بدون أي شك حرام. نقول أن الصدقات التي توجد على كل وسائل التواصل الاجتماعي بين الرجل والمرأة حرام مهما كان ومهما كانت، أيا كان وأيا كانت، أيا كان. فلابد أن احنا تكون مجتمع رجالي ومجتمع أنثوي، الرجل للرجل والمرأة للمرأة، لا تكون المرأة إلا لمحارمها ولا يكون الرجل إلا لمحارمه. فاتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في يا عباد الله إن منكم لمنفرين، اتقوا الله أيها النساء في لباسكم، لا يكن اسم النقاب وفعلا تبرج كاسية عارية. آسف لقصد الكلام، ولكن هذه حقيقة. أسأل الله لنا ولكم الستر والعافية، أسأل الله لنا ولكم الستر والعافية، أسأل الله لنا ولكم الستر والعافية. صلى الله وبارك على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليل الأحبة بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، قد شدا، والزهر بل له التبتل والندى، والندى. طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى، إذا اجتمعنا.